السلام البنات كي لاباس عليكم مرحبا بكم في فيديو جديد وموضوع جديد اكيد ان الفيديو ديال اليوم فيديو مهم ان شاء الله لكل سيده راغبه في الحمل والانجاب بطبيعه الحال ان هذا الفيديو هذا يعني خصيصا لجميع السيدات اللي الامل السيدات اللي عندهم ضعف التبويض اللي عندهم تكيس المبايض اللي عندهم المشاكل المتعلقه بالعقم وتاخر الانجاب هي اللي كتسبب لهم هذا المشكل هذا بطبيعه الحال هذه الوصفه هذه جربوها العديد من المتتبعات وكان عليها الوقع الايجابي في سرعه حدوث الحمل وفي الحمل بتوام ما شاء الله بطبيعه الحال ان هذا الامر هذا كله بيد الله ديروا بالاسباب توكلوا على الله واكيد ان ربي ما غينسى حتى شي وحده فيكم وغادي يفرحكم علاش لا بالتوام حلم كل سيده اكيد بقي معايا في هذا الفيديو المهم اكيد غادي ينال الاعجاب ديالكم وبطبيعه الحال حاولوا انكم ديما تخليو لي اللايكات ديالكم باش تعم الفائده ويوصل هذا الفيديو لجميع السيدات اللي وصفات طبيعيه ناجحه لسرعه حدوث الحمل أكيد أنه كاين مجموعة من الطرق لتنشيط أكثر من بويضة وصفات طبيعية اللي كتساعد على خروج أكثر من بويضة للتلقيح وبالتالي السيدة كتحمل بتوأم وخا يعني هذا الأمر هذا ماشي وراثي يعني ما عندهاش في الأسرة ديالها التوأم فمجرد أنها كدير هذه الأشياء هذه كتسرع من حدوث الحمل بتوأم إن شاء الله الدراسات كذلك تبتت بأن السيدات فوق عمر الثلاثينات خصوصا بعد عمر الخمسة وثلاثون سنة ممكن أنهم يحملوا بتوأم لأن الجسم ديالهم كيفرز أكثر عدد من الهرمونات مما يزيد من فعالية التبويض وإنتاج أكثر من بويضة وأكثر من أجنة وبطبيعة الحال هذا الأمر هذا مفرح خصوصا للسيدات كذلك السيدات اللي في عمر الخمسة وأربعون سنة فما فوق هاد السيدات هادو ممكن يكون عندهم احتمال اعلى لحدوث الحمل التوامي ويكون عندهم معدل عالي للخصوبه تناول الاغذيه الرائعه واللي كتكون غنيه بالزنك الاطعمه الغنيه بالزنك مثل الخضروات الورقيه المحار الجزر وغيرها كتزيد من عدد الحيوانات المنويه من ثم يمكنها تلقيح اكثر من بويضه وبطبيعه الحال كاين بعض الاكلات اللي كتساعد على الحمل بتوام منها منتجات ال البان يعني شارت بعض الدراسات ان الانتظام في تناول منتجات الالبان كيعزز فرص المراه في الحمل بتوام مقارنه بمن لا تتناولها خاصه منتجات الالبان المشتقه من الابقار المعالجه بالهرمونات اللي كتزيد فرص الحمل بتوام اكيد الفواكه والخضروات لا غنى عليها ضروري تناول المزيد من الفيتامينات والمعادن المفيده للجسم يزيد هذا الامر هذا من احتمال انجاب التوام والخضروات الخضروات والفواكه كتحتوي كذلك على كميات كبيرة من الفيتامينات والمعادن مثل الكيوي الجزر البطاطس البروكولي لتناولتها بانتظام بصورة كافية هذا الأمر كيغطي الاحتياجات ديال الجسم ديالك واحتمالية الحمل بتوأم واردة جدا اللحوم كيف ما كان اللحوم بصورة منتظمة في النظام الغذائي خلال فترة التخطيط للحمل أيضا يزيد من احتمالية حمل التوأم لذلك فإن السيدات لكي يتبعوا نظام غذائي نباتي كتقل الفرص ديالهم في الحمل بتوأم آه كيف ما كان عارفو يعني حمض الفوليك لا غنى عليه ضروري خاصه يكون حاضر عند جميع السيدات خصوصا السيدات اللي باغي الحمل يعني ماشي ضروري تحملي بتوأم يعني جميع السيدات اللي مخططين للحمل ياخذوا حمض الفوليك اللي كيتواجد في الصيدليات ممكن انك تاخذي على شكل يعني مكملات كيفما ممكن انك تلقاه في التغذيه ديالك فهو موجود بكثره في البروكولي الصبانغ البقوليات يعني كتحتوي على هذا الحمض الفوليك وضروري انه يكون كمكمل غذائي رائع جدا للحمل بسرعه بطبيعه الحال يعني هذه هاد الامور هذه مهمه بزاف بالاضافه الى الوصفه اللي غادي نذكر اللي تبعوها المتتبعات ديالي وفعلا جبت معهم نتائج مرضيه في سرعه حدوث الحمل قبل ما نعطيكم الوصفه كنبغي ديما نذكركم وصلوا لي الفيديو الاكبر عدد من اللايكات لان فعلا فيديو مهم يستحق المشاهده ممكن يكون سبب في حمل العديد من السيدات والاخوات اللي كيتبعوا القناه ديالي ويكون الحمل ديالهم بشكل طبيعي وما كاينش ما من الحمل الطبيعي اللي كيكون يعني بمساعده بعض الاعشاب والوصفات الطبيعيه عكس يعني الهرمونات البديله اللي كتدخل في تنشيط الاباضه بشكل غير طبيعي ويعني وكتخرج لك اكثر من بويضه فبغينا حنا حمل طبيعي ان شاء الله حمل ما يكون فيه حتى مشكل حمل يكمل معك تسعه اشهر وتشوفي الاجنه ديالك في صحه جيده ان شاء الله اكيد ان هذه هاد الوصفه هذه ستكون ناجحه ان شاء الله هذه هاد الوصفه هذه الى كان عندك مشكل سواء كان عندك ولا ما كانش عندك ممكن انها تنشط لك بويضتين واكثر ممكن يتلقحوا ممكن تلقحوا وحده يعني غيكون واحد الجوده عاليه في هذه هاد البويضه هذه وبالتالي ممكن احتمال كبير يكون الحمل بتؤام ان شاء الله الخلطه هي مهمه ان شاء الله للحمل بتؤام هذه هاد الخلطه هذه عباره عن حب الرشاد يعني نصف ملعقه من حب الرشاد نصف ملعقه من الحلبة نصف ملعقه من الفلفل الاسود وكذلك نصف ملعقه من القرفه والكمون مع عسل طبيعي اصلي ضروري ما يكون عسل السدر او عسل الدغموس المهم يكون اصلي يعني يكون عسل موثوق فيه باش تنجح معك ان شاء الله غادي توضعي جميع المكونات هاد المكونات هادو غادي ديريهم في كوب ماء ساخن غادي نحاول انني نعود لكم المكونات نصف ملعقة من حب الرشاد نصف ملعقة من الحلبة نصف ملعقة من الفلفل الاسود نصف ملعقة من القرفة او الدارسين نصف ملعقة من الكمون مع ملعقة عسل أصلي طبيعي من الأفضل أنه يكون عسل السدر باش يعني يعني يكون الفعالية ديالو أو عسل الدغموس يعني هاد الأنواع هادو هما اللي كيتستعملوا السيدات اللي عندهم ضعف الإنجاب أو اللي عندهم ضعف التبويض هاد الوصفة هادي غتحاولي هاد أنك تديريها في كوب ماء ساخن يعني جميع المقادير اللي ذكرت في هذا الفيديو هذا ديريهم في واحد الكوب ماء ساخن جدا غطي على الكوب وخلي الخليط يعني حتى أنه يدفى معاك باش تقدي أنك تناولها صفي المشروب وشربها ابتداء من أول يوم لنزول الدورة للسيدات اللي عندهم دورة شهرية عادية ما فيهاش نزيف السيدات اللي عندهم نزيف الدورة يحاولوا أن يحاولوا انهم يتناولوها ابتداء من الايام اللي كتنقص فيها كميه الحيض وبالتالي يشربوها يعني ثلاثه ايام فقط يعني السيدات اللي عندهم دوره عاديه ثلاثه ايام ابتداء من اول يوم لنزول الحيض والسيدات اللي عندهم نزيف الدوره يحاولوا انهم يتناولوها تبدأ تقل عليهم الدوره باش هكا يعني ما يحدثش نزيف لا قدر الله هذه الوصفه هذه منظفه للرحم قويه جربوها العديد من السيدات وكانت عندهم نتيجه ايجابيه في سرعه حدوث الحمل والحمل بتؤام ما شاء الله ضروري انك كذلك تكتري من الماكولات او الاطعمه البحريه اللي كتساعد يعني بالفعل في انك تنجبي التؤام كولي حبة أناناس على الريق كل يوم يعني حاولي أنك تاكليها كل يوم على الريق ابتداء من أول يوم لنزول الحيض إلى غاية اليوم الخامس عشر من بعد منها لمدة ساعتين ما تاكلي حتى شي حاجة يعني فاكهة الأناناس على الريق ما تاكلي موراها يعني بساعتين عاد تناولي الأف... الإفطار ديالك هاد الفاكهة هادي غتساهم في تنشيط التبويض وغتزيد من التبويض والجودة ديالو وبالتالي ممكن احتمال كبير يكون بالتؤام بالاضافه الى الوصفه اللي ذكرت في بدايه الفيديو كان هذا هو الفيديو ديال اليوم نتمنى ينال الاعجاب ديالكم الى عجبكم هذا الفيديو هذا ما تنسونيش من واحد اللايك واشتراك في القناة إذا كنت متتبعة جديدة معايا في هذه القناة وعجبك المحتوى ما تردديش أنك تشاركي بالضغط على الزر الأحمر أسفل الفيديو مع تفعيل خاصية الجرس باش لا توصلي بجديد القناة شكرا لكم على التتبع ديالكم لهذه القناة ومشاهدة لجميع الفيديوهات أكيد ألف مبروك لجميع السيدات اللي كانوا حوامل يا رب تثبت الحمل ديالهم إن شاء الله ويا رب ترزقهم بالذرية الصالحة علاش لا يعني اكيد ان هذا الحلم هذا حلم مفرح لكل سيده متزوجه كنضرب لكم موعد في الفيديو الجاي الى اللقاء